طيب انا عايزه اتكلم عن الاداء الهجومي. احنا بنتكلم شويه او البعض في اراء كتيره، انا بتابع استوديوهات تحليليه كتيره جدا وبرامج، بعض النقاد الرياضيين بيتكلموا ان ربما يكون الاهلي ما عندوش الاداء الهجومي المطلوب او المعتاد اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ربما هناك عدم توفيق في اختيار الفيرود المناسب. يعني خليني اعرف برضو وجهه نظرك ايه يا كابتن عادل عند الحته دي بالذات عند المهاجم. يعني هو مهاجم النادي الاهلي لازم يكون ليه مواصفات، ولازم يكون في عندي في كل مكان في ناس متنوعين، بمعنى ان انا ما ينفعش يبقى عندي لعيب المكان فيه لعيبه كلهم سراع، لازم اجيب لعيب سريع، لازم اجيب لعيب مهاري، بالذات الانديه الكبيره. الانديه الكبيره عنده رقم واحد ورقم واحد في كل حته، رقم واحد ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ممكن يكونوا متنوعين، ما ينفعش الاثنين بالذات الاجنحه. الحته اللي حضرتك بتتكلمي على الجزء الهجومي، بالذات الجزء الهجومي ما ينفعش يبقى كلهم شبه بعض، لازم يكون في تنوع، لازم يكون في حد عنده مهاره، لازم يكون في حد اسرع شويه عنده سرعه، لازم يكون في حد بيلعب على الجول كويس. هم كلهم بيلعبوا على الجول كويس ولكن بنسب متفاوته. موافق جدا في اختيار راس الحربه. انا شايف ان احنا لسه برده ما توفقناش ان احنا نختار الراس حربه المناسب للنادي الاهلي يقعد فترات طويله. احنا برده ولا محمد شريف حاليا، يعني لا محمد شريف اساسا مش راس حربه، محمد شريف اساسا لعيب جناح وتوظف راس حربه الفتره الاخيره. هو بيأدي واجبات راس الحربه بشكل كويس، ولكن جدا بصراحه، لكن لازم يكون في تنوع. النهارده محمد شريف هو عنده سرعات، لعيب سرعات كويس وبيعرف يشتغل في مساحات كويس، لكن طب لما اللاعب يقفل في حاجه، في لازم يكون في تنوع. في لعيبه كتير في افريقيا وبالذات المنتخبات، شوف المنتخبات الجزائر المغرب، هتلاقي اللعيبه اللي موجوده راسات الحربه مختلفين. ما ينفعش يبقى الفرقه كلها عندها سرعات، الا اذا انا عندي روتيشن، بعمل روتيشن بين لعيبتي ان انا اشتغل على ده. لكن لا، النادي الاهلي برده محتاج كواليتي معينه في مركز راس الحربه. ده اعتقد برده ليه علاقه بالنواحي الماديه، لان راس عشان تجيب راس حربه كبير لازم تدفع له كتير. طيب ما تيجي